بالظبط مش والله هات مليان. حاليا ابتدى يعني اليوم في جيتكم علينا بالخير ابتدى موسم السلطعونات والحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين السلطعونات موجوده من ساحل غزه بتستنوا في موسم السلطعونات عشان رزقتهم. هذا البدايه الموسم كل ساحل غزه مين ساكن على ساحل غزه بيستنظر هذا الوقت والموسم الجميل حتى الله يرزقهم في رزق اولادهم. السلطعونات متناول للجميع بسعر يعني طبيعه 30 شيكل البوكسة منظفة وجاهزة فيها كبير ووسط وما فيش فيها صغير كلها وسط وكبير ب 30 شيكل عام بيتاكل يعني بننظفه احنا وفي ناس بتنظفوش بتشويه زي ما هو لانه فيه اللي هو الفسفور متواجد في قلبه فسفور خاص بيجي على مشتاق بيقول له بدنا المنعش اللي هو فيه الفسفور. ظروف الصياد كعادة كطبيعة مش من اليوم من يوم الدنيا ومن يوم الأتراك للإنجليز للبريطان لمنظمة التحرير الفلسطيني سبحان الله وين ما راح مضطهد من الاحتلال. ما جاش بحر كبير ما جاش نو يعني يعلي البحر يجيب السمك من غربه. والله احنا نفسنا كل سنه لازم احنا نستنى ما استدق بنيجي لانه هذا الموسم السلطعين فيه استفاده للصياد بس مش كل الصيادين في ناس بتتعامل معه وفي ناس بتتعاملش معه. احنا كصيادين بنتعامل بالسمك لكن لما بيجي موسم السلطعين بننشر السمك بنشتري وين في السلطعين عشان نعتش من وراه.